في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، نسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فما جزاء خوفهم؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. عمارة المساجد من الإيمان، كما قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح بنى الله له نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح، وأحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق. قال الحسن ابن علي رضي الله عنهما: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب 8 خصال: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستظرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية. ولله در القائل: لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة، ورق يدريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، وأطمعهم دوام إفضالك، ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك، وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك. قولي وقل ونردد: اللهم إن يكن الندم توبة إليك فإنا إليك من النادمين، وإن يكن الترك لمعصيتك إنابة إليك فإنا لك يا رب من المنيبين، وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإنا لك من المستغفرين. اللهم فتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا، ولا ترجعنا مرجع الخيبة من رحمتك، فإنك أنت التواب الرحيم الجواد الكريم. يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا أرحم الراحمين، يا من له وجب الكمال بذاته، بل كل غاية فوزهم لقياه. سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فيض نور هداه، من كان يعرف أنك الحق الذي بهر العقول فحسبه وكفاه. مولاي جودك لم يدع لي مطلبا إلا وتممه إلى أقصاه. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور.